السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة جديدة. عمرك فكرت إنك محتاج تقعد لوحدك فترة كبيرة من غير سوشيال ميديا ولا أهلك ولا صحابك؟ معكش بس غير الحاجات الضرورية جدا للمعيشة. طيب عمرك تخيلت إن أنت تقعد 40 يوم بعيدا عن السوشيال وعن الأهل وعن الصحاب وتبقى لوحدك في مكان بعيد؟ ما أعتقدش إن هي حاجة سهلة، ولكن تستحق التجربة. الكتاب ده بجد ساعدني جدا في الفترة اللي فاتت من حياتي. زي ما بقول دايما إن الكتب هي اللي تختار أصحابها. أحمد الشقيري اللي كنا متعودين نشوفه وإحنا صغيرين على MBC 3 لحد 11 موسم من برنامج خواطر، قرر الشقيري إنه هو يقعد 40 يوم في جزيرة نائية بعيدا عن أي حاجة روتينية في اليوم، بعيدا عن أهله وصحابه وبعيدا عن السوشيال ميديا. والتجربة الجميلة دي خلت الشقيري يعمل لنا كتاب 40. أنا بقول أنا كهاجر مثلا ممكن أخد خلوة 24 ساعة، لأن مفيش خلوة أقل من كده، أو ممكن تبقى مثلا يومين بالكتير، لكن 40 يوم بجد الموضوع مذهل. الكتاب ده بقالي فترة عاوز اشتريه، وكان عندي فترة برضو يعني قاعد عندي كده بتاع شهر في المكتبة، وبعد كده قررت ان انا اقرأه، وبجد كان وقت مناسب جدا جدا ان انا اقرأه فيه. الكتاب مقسم لفصول، كل فصل فيه 40 خاطرة او 40 حكمة او 40 حاجة مرتبطة بالفصل نفسه. والفصول الموجودة كالآتي: مع نفسي، مع حكمي، مع ذكرياتي، مع حكم الناس، مع كتبي، مع إلهي، مع قصصي، مع تحسيناتي، ومع قرآني، ومع حياتي. وبصراحة كده انا كنت ناوي اخدكم معايا وانا بعمل القهوة بقى واصورها بقى وفي الكنكة وكده، بس انا افتكرت ان انا عملت كده في دماغي وما عملتش كده في الفيديو. بس شايفين يا جماعة عاملة الوش حلو ازاي؟ قوموا اعملوا قهوة يا جماعة وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. نرجع بقى للكتاب. بصراحة وبأمانة يا جماعة كتاب تحفة، بيتكلم عن حاجات كتير، فيه كوتس كتير حلوة حبيته، بالرغم ان في حاجات يعني بعض مثلا الفصول فيها حاجات كده شائكة يعني، فانا مش حابة اتكلم فيها، بس الكتاب كمجمل عجبني جدا. شايفين بقى الصبارة يعني مفروض في البلكونة بقى، بس انا جبتها بقى دلوقتي عشان اصور وكده. ايه رأيكم الصبارة جديدة بقى وجايبة لكم شمع وحاجات كده. المهم ان انا انصحكم جدا بالكتاب ده لو عاوزين تفصلوا. كتاب ما كانش طويل، هو كان 260 صفحة، ولكني تعمقت شوية فيه، يعني كنت بقرأ كده بارتياح. كل فصل كنت بحس ان انا محتاجة ان انا اخد اكبر قدر من الحاجات اللي هو اتعلمها في 40 سنة او بعد ما عدى الـ40. 40 حاجة في كل فصل، ممكن حاجة منهم تعلمك درس جديد في حياتك. بجد انصحكم جدا تقرأوا الكتاب، واكيد اكيد اكيد ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان ممكن اجيب لكم صبارة تانية على فكرة لو عملتولي سبسكرايب. وتقييمي للكتاب ده كان 4.5 من 5. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كونوا خير وكونوا بخير. سلام.